تسمى volunteerism and mortality among the community dwelling elderly، وجد أن الفوائد الصحية لممارسة العطاء تفوق فوائد ممارسة الرياضة 4 مرات أسبوعياً. بل أثبتت تجربة على 132 طالباً من جامعة هارفارد أنه بمجرد مشاهدة فيلم عن العطاء تزداد الخلايا المناعية في الجسم. وفي دراسة نشرتها مجلة Pain Management Nurses عام 2002 ميلادي، أثبتت أن الأشخاص الذين يعانون من آلام وأمراض مزمنة قد خفت آلامهم بعد تقديمهم العون لمرضى آخرين.